وضمن صفحة الاقتصاد أيضا، ولكن بالانتقال إلى محافظة واسط، فقد بحث منتدى واسط الحوار السياسي خلال جلسة حوارية مع أصحاب الشركات والدوائر الحكومية تسهيل منح الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الاستثماري في المحافظة. وأكد المختصون والمسؤولون من الحضور أن واسط تمتاز باستقرارها وتوفر كافة الشروط الاستثمارية والتي ستسهم في إيجاد فرص عمل للشباب وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يعزز اقتصاد المحافظة. والشركات والمقاولين الذين هم سيكون هناك شيء كثير سواء من القدرات البشرية أو القدرات، يراودكم من افكار ومقترحات سواء في بهذه الامسيه فيما يتعلق الاستثمار. هذه الحلقه الكبيره المهمه والمفصليه في الاعمار والاستثمار، وان يكون هنالك في المدى القادم ان شاء الله مشاريع تلبي الطموح، وننتقل من المحلات الى المشاريع الصناعيه والزراعيه والانتاجيه. فاليوم ان شاء الله هنالك حضور نوعي من أصحاب الشأن، أساتذة جامعات اقتصاد، رجال أعمال، مهتمين، كتاب، أدباء، فخليط متجانس ومتنوع في الاهتمام. كذلك رجال الدولة ما عدا موجودة من بعض النقابات والاتحادات والجمعيات. وبالحقيقة أنا كان جوابي إلى ثروات محافظة واسط هي من المحافظات المستقرة سواء كان على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي، وبالتالي هذا يحفز المستثمرين على الحضور وعمل بعض الاستثمارات في المحافظة. الطرق الخارجية كونها طرق يعني رديئة، مستوى رديء، تؤدي إلى حوادث، تؤدي إلى مشاكل، وبالنهاية الاستثمار هو الحل الوحيد لإدامة هذه الطرق. وإضافة إلى القطاع الصحي، حيث تم منح إجازات استثمارية لمستشفيات خاصة وهذه لأي عمل ينفذ في محافظة واسط الهدف منه هو معالجة كافة المشاكل من جانب الخدمات ومن الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي كل القطاعات، ولهيئة الاستثمار ومجال الاستثمار دور كبير في حل هذه المشاكل، حيث أن توفير المشاريع الاستثمارية سواء كانت منها الزراعية أو الصناعية أو حتى التجارية سيسهم في بشكل كبير في معالجة مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل والمستوى المعيشي لأبناء محافظة واسط. لذلك إحنا حقيقة في بالنا الخطوط الأساسية والرئيسية للخطة الاستثمارية في محافظة واسط، والتي سنعززها من خلال الأفكار والمقترحات التي تطرح من قبل الضيوف الكرام. يعني قبل ما نسمع منكم النواب والكل جاي يعملون ايد واحدة من أجل النهوض بالخدمات في هذه المحافظة.